بحضراتكم مشاهدينا مره تانية. وطبعا الاسبوع ده من اول اسبوع تقريبا الجو كان برد شويه وقعدنا في البيت وقاعده في البيت وبرد، يعني طول ما انت قاعد عايز تاكل عشان تتدفى، حقك طبيعي. طول ما انت قاعد عايز تاكل وتشرب وحاجات حلوه وحاجات حادقه، فطبعا اكيد الاسبوع ده احنا عملنا مشاكل كتيره قوي قوي قوي. طيب النهارده عايزين نتكلم تحديدا بقى عن تقويه جهاز المناعه، ازاي في فصل الشتاء ان احنا ناكل اكل يدينا طاقه ويدفينا وفي نفس الوقت يزود جهاز المناعه عندنا. يسعدنا وشرفنا يكون معانا النهارده دكتور هبه عصام الدين، استشاري التغذيه العلاجيه. مساء الخير يا دكتور، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. نورانا يا دكتوره في الصالون. واسالك السؤال المعتاد اللي بيساله اي حد، احنا ليه في الشتاء بنجوع قوي كده؟ وليه يعني مهما اكلنا يعني لازم محتاجين اكل عشان يدينا طاقة أكتر؟ طيب احنا في الشتاء دايما الناس قاعدة في البيت في الدفا عشان الجو ساقع، بيجوعوا كتير من السقعة. طبعا ان السقعة على فكرة بتحرق سعرات، يعني احنا لو على فكرة الناس بالعكس ممكن تخس احسن في الشتاء كمان، يعني الناس فاكرة انها بتتخن في الشتاء، لا احنا ممكن لو خدنا نظام غذائي صحي نخس في الشتاء، لان السقعة دي بتخلي الانسان يبذل سعرات عشان يحافظ على درجة حرارة جسمه من السقعة، فهيحرق احسن. يعني اذا الحرق في الشتاء الى حد ما يعتبر احسن كمان من الصيف. ولكن اللي بيحصل ايه بقى؟ ان احنا بناكل كميات كبيرة واحنا قاعدين في البيت تحت البطانية، الناس قاعدة تاكل كتير، نوعية الاكل كمان اللي بياكلوها اكل مليان سعرات حرارية عالية، فكل بيعمل مشاكل وبيعمل سمنه. تمام. صحيح. يعني المشكله مش في فصل الشتاء، المشكله فينا احنا بالظبط. المشكله ان الناس بتاكل ما عندهاش وعي بتاكل ايه، مش عارفين السعرات اللي بياكلوها دي قد ايه. يعني فعلا بقعد مع ناس مش عارفه قد ايه مثلا الكالوريز الموجوده في الحلاوه الطحينيه فور اكزامبل، او العسل الاسود، فاكرين الحاجات دي عاديه، العيش الفينو، فاكرين الحاجات دي كده ايه، شيء عادي سهل قوي وما فيهوش مشكله. ولكن فعلا لما بنقعد نتكلم بنحسب بياكلوا سعرات قد ايه في اليوم، بيطلع سعرات كتير جدا. فاحنا مهم قوي يبقى عندنا وعي ناكل ايه وامتى ونوعيه الاكل الكويسه اللي ممكن ناكلها ايه. حتى لما يجوا الناس عايزين ياكلوا في بين الوجبات هياكلوا برضو حاجات معينه، ما ينفعش ان هو بين الوجبات ياكلوا حاجات دسمه حاجات سكريه، لا ما انا ممكن بين الوجبات ياخدوا طبق سلطه، ياخدوا فاكهه ثمره فاكهه، ياخدوا مثلا حاجه خفيفه، مش لازم بين الوجبات بقى يتجهوا للشوكولاته والايس شوكليت والهوت شوكليت والحاجات دي كلها والحاجات اللي كلها سعرات. ما احنا عايزين هوت شوكليت عشان نتدفى يا دكتوره، امال ايه هنعمل ايه؟ طيب حاجات ثانيه ممكن ناخدها بدل الهوت شوكليت تدفينا واحسن وافيد وهتقوي المناعه، زي القرفه. القرفه دي حاجه هايله جدا، يعني القرفه دي طعمها حلو جدا، حتى السنبن والحاجات دي كلها موجود فيها القرفه. يعني القرفه بيقول ولا ممكن نحط عليها لبن؟ نحط عليها ممكن لبن بس كميه قليله، وممكن نحط معاها جنزبيل بقى، يعني القرفه والجنزبيل والكركم. انا بقول الكوكتيل ده بقى حلو قوي. الكركم كمان من المضادات الاكسده العاليه جدا، كويس جدا، بيحسن جهاز المناعه جدا، حلو قوي الناس عندها مشاكل في المفاصل، يعني اي حد عنده الام الكركم هايل، حتى كمان بيمنع السرطان. يعني الكركم من الحاجات الكويسه جدا، انتي اوكسيدنت قوي جدا، بيحسن المناعه، بيعمل دفى برده، طعمه حلو على فكره. فحتى ممكن اشربه لوحده برده مع اللبن، او ممكن نعمل الخليط اللي احنا قلنا عليه، قرفه وجنزبيل وكركم، ده هايل جدا. الجنزبيل على فكره مضاد اكسده ومضاد التهابات، يعني الناس اللي عندها التهابات او مشاكل في جسمها الجنزبيل هايل جدا، حتى ذكر في القران. يعني الجنزبيل ده من الحاجات فعلا اللي هي مفيده جدا للصحه، بتحسن الحرق، بتساعد الناس على ان يبقى جسمهم في حاله صحيه، مناعتهم احسن، كل حاجه عندهم هتبقى احسن. فاحنا دلوقتي دي ابسط حاجه ممكن نعملها. يبقى اول حاجه يا جماعه نشرب، نبعد عن الهوت شوكليت، مش مفيده على فكره. طعم القرفه باللبن يمكن احلى او شبه الهوت شوكليت بنسبه كبيره. تمام. يبقى اول مشروب نكتب كده معانا القرفه باللبن والزنجبيل والكركم. تمام. عايزين ده لوحدهم اوكي، يعني كل حاجه لوحدها مفيش مشكله، او ممكن نعملهم ميكس. يعني طب الحاجات دي يعني ينفع تتشرب على الريق عادي ولا ممكن تبوظ جدار المعده؟ انا بحب قوي على الريق بعسل النحل، لسه برضه هنتكلم على عسل النحل. عسل النحل ده سبحان الله طبعا مذكور في القران من احسن الحاجات اللي بتقوي جهاز المناعه، يعني هو شفاء شفاء للناس. يعني العسل النحل ده فعلا بيقوي المناعه، بيحسن جدا حاله الجسم والله. طب والكميه؟ هناخد معلقه الصبحاري بس، المعلقه يعني ممكن تبقى صعبه شويه، العسل على المعده ممكن نحطها في كوبايه ماء. ايوه يعني ممكن ندوبه في ميه عشان الناس اللي عندها مشاكل في المعده. بس العسل على فكره بالعكس، العسل بيحسن مشاكل المعده. يعني العسل النحل فعلا من الحاجات الجميله قوي المفيده للمعده جدا، مش بيبقى تقيله زي ما انت متخيل، بس يكون عسل نحل طبيعي. انا عايزه اقول برضه كده، لان انا العسل النحل يعني لما باخده على الريق بيتعب لي بطني، معرفش في ناس لا ممكن يكون عشان طعمه شويه حلو بزياده ممكن ما تستحملوش. بس في معلومه مهمه عايزه اقولها يا جماعه، ما نحطش عسل النحل على حاجه سخنه، او ما نحطوش على حاجه مغليه، ان عسل النحل بيتحول لصوره تانية ماده مسرطنه لما بيحط درجه الغليان. يعني عسل النحل المفروض بنحطه، حتى في ناس بتحلي بعسل النحل، لازم حاجه تكون بارده، ما ينفعش احلي بعسل النحل وهو حاجه سخنه ابدا. يعني في ناس مثلا كانت بتعمل مثلا شوفان عسل وليمون لما بيبقى في برد، لا مش عايزه احط عسل على حاجه مغليه ابدا، لان ثانيه ما يبرد يبقى نشتغل حراره الغليان وبعد كده نحط عسل.
ان فعلا بيبوظ التركيب الكيميائي بتاعه، تطلع ماده ثانيه خالص بتعمل مشاكل في الجسم. ما استفدناش حاجه بالظبط، لا غير ما استفدناش مضره للجسم. فاحنا عسل النحل ناخده وهو بارد، ما نسخنوش وما نغليهوش. طيب تمام. تاني مشروب معانا، تاني حاجه بقى ممكن تدفي وحلو قوي قوي، هو مش مشروب، هي هنعتبرها وجبه شويه. طيب. يعني ممكن نعتبرها يعني شوفان باللبن. الشوفان باللبن من الحاجات الحلوه قوي، بتدفي وطعمها حلو. يعني فعلا لو حد عمل الصبح كده كفطار او حتى عشاء شوفان بلبن، شوفان بلبن ممكن معاه قرفه بقى، ممكن نحط عليه قرفه، ممكن نحط عليه سكر دايت، يعني اي حاجه تكون صحيه ولكن مش عايزه كميات كبيره برضه. بس هو فعلا شوفان من الحاجات الحلوه قوي في الشتاء، فيه فيتامينات ومعادن على فكره. يعني كده بنقارن مثلا الشوفان بالكورن فليكس او بقى اي حاجه ثانيه، لا مفيش مقارنه لا خالص. هو طبعا احلى بكتير وفي فوائد غذائيه كتير، انما اي حاجه ثانيه هنلاقيها ممكن طعمها معقول بس ما فيهاش فايده. لا الشوفان بيشبع جدا، هتاكلي الصبح هتقفلي خلاص انا مش عايزه اكل حاجه ثاني. كله الياف فعلا. كمان بيقلل الكوليسترول، يعني في فيتامينات كمان ومع في فيتامين بي، في بيحسن المود. يعني الشوفان على فكره من الحاجات الحلوه قوي تحسن المود للناس اللي عندها اكتئاب او عندها مثلا ديبريشن او اي حاجه، مشاكل في المود مش حلو النهارده ولا حاجه، الشوفان حلو جدا. نحط عليه ممكن القرفه برده مع اللبن، تبقى حلوه قوي طعمها جميل جدا وحلو في شتنها، هتدفي وهتشبع وهتخلي الناس ما تاكلش كتير، يعني خلاص بقى يعني وقف بالظبط. الحاجه الثانيه برده احنا ممكن ناخدها بقى بين الوجبات الفيتامين سي، متمثلا في ايه بقى؟ ميه بليمون ديتوكس، نعملها ميه بليمون، او هناخد ثمره برتقال او ثمره جوافه. الحاجات دي جميله قوي بس مش هناخدها كتير، هناخدها مثلا واحده مثلا ماكسيمم، لان هي مفيده جدا. الجوافه مثلا من الحاجات اللي فيها فيتامين سي حلو قوي عشان يساعدنا نقاوم نزلات البرد والانفلونزا، حلو للبشره، حلو للكولاجين اللي عندنا في يعني بيحسن قوي البشره، بيحسن قوي برده مناعه الجسم، انتي اوكسيدنت حلو قوي. الجوافه، البرتقال، اليوسفي، الكيوي كمان، الليمون، يعني اي حاجه من دول لازم ناخدها في اليوم عشان نحمي نفسنا ومناعتنا من اي مشاكل ممكن نزلات البرد او الحاجات دي. مش اكتر من ثمره فاكهه في اليوم؟ انا بحسبها والله لبعض الناس، مثلا ممكن اديهم اثنين، ممكن اديهم ثلاثه على حسب بس ايه السعرات بتاعتنا. بس ممكن لو حد عايز يحافظ على وزنه ياخد ثمرتين في اليوم، حد عايز ينزل وزنه ممكن واحده بس حسب البرنامج الغذائي اللي هو فيه. بس مش عايزه برضه نصرف فيها كتير. شايفين طبعا بتجيب طبق البرتقال وطبق اليوسفي وطبق الجوافه، على اساس بقى فاكهه بقى مش هنتعب. طبعا فيها سعرات، طبعا فيها سعرات حراريه عاليه، يعني فاكهه من الحاجات اللي تعتبر وجبه، يعني ممكن اخدها كعشاء او كحاجه وجبه منفصله، مش حاجه الناس فاكراها الفاكهه دي حاجه كده عاديه يعني. تمام. الحاجه طبعا الثانيه كمان المهمه قوي الميه. الناس في الشتاء تنسى تشرب ميه خالص. يعني انا دي بواجهها فعلا مشكله، يعني الميه ده شيء اساسي ومهم جدا عشان كفاءه الجسم. يعني جسمنا عشان يشتغل كويس، بشرتنا تبقى نضره، ما عندناش مشاكل صحيه، الميه. الناس في الشتاء بالذات بتنسى تشرب ميه خالص خالص، يعني بعاني. طيب من يعني كان في راي شفته انه ما اشربش الا لو انا عطشانه فقط، لا بالعكس، او ما اشربش ميه كتير لان ده هيخلي ان في معادن مهمه انها تخرج من الجسم. بالعكس، الميه كتير دي مفيده جدا. ممكن تشرب ميه زي ما انت عايزه، ممكن 3 لتر في اليوم او 4 لتر في اليوم كمان، لان الميه بتغسل الجسم زي ما بيقولوا، بتحسن قوي الكلى. لو في اي رواسب في الكلى، في املاح زياده بتطلعها، الميه حلوه عشان نضاره الوش، كفاءه الاجهزه كلها معتمده على الميه. الميه مفيده بس انا بتكلم عن الكميه. لا بالعكس، لما حضرتك تعطشي ده معناه ان انت عندك جفاف. لما تعطشي شعور بالعطش ده مش عايزه اوصله. انا عايزه حاجه اسمها هايدريشن، على طول بشرب ميه، على طول ازازه ميه معايا في الشنطه، على طول بشرب ميه جنبي. لا لازم الميه دي مهمه جدا. بس برضو الخبر الحلو ان انا ممكن يعني لو حد ما بيحبش الميه قوي ممكن نحط ميه بليمون مثلا، نشربها نحط عليها ليمونه او نقطع فيها شرايح ليمون. حاجات تانية ممكن برضو ناخد ينسون، المشروبات برضو اللي ما فيهاش سعرات حراريه، اليانسون، النعناع، الحاجات دي كلها جميله وبتدفي. وبرضو بناخد، انا عايزه برضو سوائل، يعني انا برضو الميه طبعا اهم حاجه، ولكن السوائل برضو في حد ذاتها هي كويسه ومفيده جدا ان احنا ناخد سوائل على مدار اليوم عشان ما يجيلناش جفاف، عشان ما يجيلناش مشاكل. طب بالنسبه للوجبات الاساسيه بقى، ما تخنش وفي نفس الوقت تدينا طاقه. بالظبط، اهم حاجه في الوجبه الاساسيه في الشتاء بالذات حاجتين: السلطه لان هي مليانه فيتامينات ومعادن. طبق السلطه ده مهم جدا، بيشبع، وكل ما نلون فيه اكتر كل ما يبقى مفيد اكتر. يعني الحاجات الورقيه بالظبط، الحاجات الورقيه، الحاجات الخضراء دي جميله قوي، بتحسن قوي كفاءه الجسم، فيتامينات ومعادن هايله، منطقه اكسده كويسه قوي. فطبق السلطه ده مهم وبيشبع برضو لو كلناه في الاول. وكمان حتى الناس اللي مش عايزه يعني عايزه تخس، عايزه تخن، السلطه دي مهمه لكل الناس، خاصه كمان الاطفال. يعني مش بس نقول السلطه دي اللي عايز يخس، كل الناس مهم ياكلوا سلطه في اليوم، لان دي مشكله بنلاقي الناس اصلا ما بتحبش الخضار، ما بتحبش السلطه. لا ناكل ان شاء الله، ناكل خيار، ناكل خس، ناكل اي حاجه منفصله، بس لازم ناكل حاجات خضراء، لازم يبقى في الياف، لازم يبقى في حاجات بناخدها مفيده. تاني حاجه بقى من الحاجات المهمه البروتين. هناخد بقى بروتين ولكن بشكل صحي، بمعنى ايه؟ مش هناكل طبعا مقليات ولا اي حاجه فيها دهون، هناكل البروتين يا اما في صوره مشويات او مسلوق، يعني او في الفرن، يعني اي حاجه تكون حاله صحيه عشان ما اعملش مشاكل صحيه زياده للجسم. نبعد طبعا بقى عن النشويات بقدر الامكان، نبعد عن الفاكهه كتير زي ما احنا قلنا. طب والتونه؟
التونه، التونه طبعا والاسماك حلوه قوي جميله جدا، ولكن يبقى ضامنين مصدر. يعني تمام. التونه من الحاجات الحلوه قوي، مفيده جدا جدا، اوميجا 3، اي مأكولات بحريه طبعا هايله، وهي يمكن من احسن انواع البروتينات اللي احنا ممكن ناخدها. ولكن يا ريت نجيب التونه السمك، اللي هو التونه ده افيد بكتير من اللي في العلب، ده مفيد جدا طبعا مفيش ومهم مقارنة. جدا، وفي اوميجا 3 احنا محتاجينها، وفيتامينات ومعادن كويسه قوي. صحيح. فطبعا احنا قلنا اهم حاجتين هيبقى عندنا في الوجبه الاساسيه البروتين مع السلطه، طبعا العدس طبعا من البروتينات الحلوه قوي اللي دافي كمان، والناس بتحبه قوي على فكره، من الحاجات المفيده جدا، كله فيتامينات وكله مفيد جدا. بس برضه هو فيه سعرات، عشان برضه في ناس فاكره ان العدس ده شيء جانبي، لا هو برضه بنعتبر وجبه، بنعتبر يعني شوربه العدس دي تعتبر وجبه فيها سعرات حراريه، فيها بروتينات كويسه جدا لو كلناها ومعاها مثلا سلطه. الحاجات برضه المهمه جدا البصل والثوم، البصل ده ده مضاد جميل حيوي جدا، مضاد طبيعي. حيوي طبيعي، وكمان بيقوي جهاز المناعه جدا ومليان فوائد. الثوم طبعا برضو نفس الكلام، مضاد للالتهابات، مضاد حيوي طبيعي. فاحنا ممكن لو عملنا طبق سلطه فيه بصل، في وكلنا ثوم مثلا، نقدر ناكل فصوص ثوم او حاجه، الحاجات دي كويسه جدا ناخدها كده بحالتها، ما نهرسهاش كتير او ما نعملهاش مطبوخه، لا ناخد مثلا فص ثوم كده لوحده او سلطه فيها بصل، الحاجات دي من الحاجات الكويسه جدا بتقي الجسم. الجنزبيل كمان بيتحط على الاكل، يعني ده طبعا اساسي، ده يعني بيتحط في اي بالظبط، حاجه، يعني ممكن حطوه يا حتى جماعه في اي حاجه بتتاكل، حطوا بالظبط زنجبيل اللحمه جنبه، بيتحط عليها جنزبيل، اي حاجه اي حاجه. بنعملها كل ما نحط جنزبيل، وفي قرفه كمان بيتحط على الحاجات دي، مفيده جدا. انا بزود القيمه الغذائيه للحاجه اللي باخدها وبقلل الدهون اللي فيها، انا ده ملاحظه شيء ان مهم. حضرتك مهتميه اكتر بالتوابل والحاجات الطبيعيه، هي دي اللي فعلا بتقوي جهاز هي المناعه. دي حلوه قوي كطبعا حاجه سهله، ويعني احنا شربنا كوبايه قرفه وجنزبيل وكركم، دي حاجه سهله جدا. بس من الحاجات اللي كمان الاحسن زي ما احنا قلنا السلطه، السلطه دي مليانه عارفه منجم، فيتامينات ومعادن، احنا محتاجين فيتامينات. الاكل اللي الناس بتاكله اللي هو الكومن بقى، الوجبات السريعه والاكل ده، ما فيهوش اي حاجه فايده، كله طبعا عباره عن دسم ونشويات ودهون وحاجات غير صحيه تماما. فاحنا كل ما هناخد حاجات خضراء من الطبيعه، هناكل خضار، ناكل طبق خضار، ممكن نعمل شوربه خضار، نعمل خضار مطبوخ عادي. يعني انا اتجه دايما الناس انها ما تحاول، ما ترجعش يعني، ما تروحش بقى الوجبات السريعه والمقليات والبطاطس المحمره، لا عايزين ياكلوا الدفه برضو يا اكل دكتور. بتاعهم يعني دسم. اصل السلطه ماشي حلوه، طب فقالت لك ماشي شوربه هنتدفى، خضار، لو انا ما اخدتش نشويات هتدفى كده، عارفه كده هتاخدي شوربه خضار، طبق شوربه خضار كبير حلو جدا، ممكن تاخدي خضار مطبوخ يبقى سخن وطعمه حلو برضو، لو السلطه بارده شويه مثلا. في حلول لكل حاجه، ما فيش حد يقعد كده يكسل في الشتاء يقول لا انا كده كده هتخن وكده كده هاكل، ولا لا بجد فعلا الصحه دي اهم حاجه. كل ما الصحه تبقى كويسه هيبقى المود احسن، هيبقى الشخص مناعته احسن، ما يتعرضش للامراض. لقوا على فكره ان حتى الامراض الخطيره، السرطان والحاجات دي مرتبطه بالاكل، يعني انت ما تاكل فعلا، كل ما الواحد فوديز يكون ميديسن، كل بالظبط حاجه، كل حاجه مرتبطه بالاكل، احنا اي حاجه والمعده بندخلها بيت الداء فعلا، ده صحيح. الكلام ده صح. يعني المعده بتاعتنا دي هي اللي ممكن تتحكم في ان انا انسانه صحيه، مودي حلو، شعري كويس، بشرتي كويسه، ضوافر كويس، كل الحاجات دي اكل. كل علاج الامراض اللي هي الكتيره اللي احنا بنواجهها كلها، لو كلنا كويس وشربنا ميه، سلطه كتير، فواكه بكميات كويسه، خدنا المشروبات اللي احنا قلنا عليها دي، كل ده هيحسن قوي الحاله الصحيه، هيدينا الفيتامينات والمعادن اللي احنا محتاجينها. لازم يوميا الحاجات دي تتعمل، مش مثلا مره في الاسبوع يوميا. وننساها، لازم يوميا نحافظ ان احنا ناخد الهرم الغذائي كله، هناخد طيب كل احنا عرفنا العناصر. المشروبات اللي هتقوي جهاز المناعه وتعمل تنظيف للسموم، بالظبط. ايه بقى كمان اكلات تقوي جهاز المناعه الاكلات اللي بتقوي غير جهاز السلطه؟ المناعه، الشوربه بتاعتنا، شوربه الفراخ على فكره من الحاجات المفيده جدا، لان هي مليانه فيتامينات وفعلا بتقي من نزلات البرد. دايما يقول لك اللي عنده برد ده نعمل له شوربه، شوربة فراخ. دي من الحاجات دي على فكره فعلا عملوا عليها ابحاث، شوربه الفراخ دي بالذات هايله جدا، بس هنعملها بطريقه صحيه. بمعنى ايه؟ هنجيب الشوربه نحطها في الثلاجه، تعمل الوش بتاعها نشيله عشان كلها دسم، احنا بنتخلص من الدسم ده وناخد فايده الشوربه بقى، يعني هناخدها بفايدتها مش هناخد الجزء الدسم اللي فيه. كويس، الشوربه من الحاجات الحلوه قوي عشان المناعه. الخضار بانواعه يعني مطبوخ او زي ما احنا قلنا، ده بيقي جدا الجسم من اي حاجه، يعني بيحسن مناعتي. كل ما انا عندي فيتامينات ومعادن كويسه جدا، انا بحمي مناعتي وبحمي جهاز يعني الهضمي، بحمي كل اجهزه الجسم من اي حاجه. حاجه تانية برضو الالبان ما ننساهاش، يعني احنا كل ما هناخد لبن، كل ما هناخد فيتامين وهناخد كالسيوم وهناخد فيتامين دي في الزبادي مثلا، الزبادي من الحاجات الحلوه قوي على فكره، وبتدفي وبتحسن المناعه. يعني تمام. الزبادي كويس جدا ايه جدا، افضل توقيت لاكل الزبادي علشان يفضل بالليل قبل النوم مباشرة؟ عشان ليه بقى؟ يريح الجهاز الهضمي. يعني احنا طبعا ايوه على مدار اليوم عمالين ناكل طبعا الفطار والغداء والحاجات دي كلها، فطبعا بالليل بنحتاج ان احنا ناخد حاجات تريح الجهاز يعني الجهاز الهضمي بتاعنا، فناخد زبادي يا ريت يبقى بالليل، ويبقى خفيف حتى على المعده وبيساعد جدا على الهضم، فعلا من الحاجات الكويسه جدا والمفيده جدا. يعني احنا دايما لو خدنا يعني حافظنا على الهرم اللي احنا بنتكلم عليه، يبقى اكتر اكلنا هيبقى خضار، وبعديه البروتينات والفاكهه،
وبعديهم الالبان، اقل حاجه خالص النشويات نقللها بقدر. هي مش مفيده على فكره، احنا كل ما هناكل نشويات مجرد سعرات على الفاضي. يعني عايزه اقول لك هي احساس السكريات بالشبع بس لا، يعني. كمان طعمها حلو. يعني السكريات اللي احنا بناخدها دي، الحلويات، ولا فيها اي فايده، هي عباره عن سكر بتدي طاقه فوريه، لو ما اتحرقتش هتتحول لفاتس. يعني احنا مثلا لو حد بيحب بقى الجاتوهات والشوكولاتات والحاجات دي كلها، البديل طيب للحاجات هناكل السكريات؟ حاجات طبيعيه طعمها حلو زي الفاكهه زي الشوفان، زي ما احنا قلنا من الحاجات طعمها حلو جدا وبتدفي ومفيده، هنتجه للبديل. يعني بدل ما تروحي تاخدي ما مثلا ينفعش الدارك شوكليت مثلا، الدارك حاجات شوكليت دي لو حد عايز يحافظ على وزنه ياخد منها حبه صغيره، انما الناس اللي عايز تنقص وزنها هي برضو فيها سعرات. يعني هي سعراتها اقل طبعا من الشوكولاته العاديه، ولكن هي ستيل فيها سعرات حراريه بتتحسب، فهي اوكي مفيده وكل حاجه تحسن المود جدا. بس انا ممكن الاقي بدائل ليها كويسه جدا، ممكن اخد قرفه لطيفه جدا بتحسن المود، ممكن اخد ليمون، ممكن اخد فيتامين سي، ممكن اخد شوف يعني في بدائل صحيه، ممكن اعمل طبق او سلطه في فاكهه. بديل مثلا لحته جاتوه كده حلوه، ولا طبق كنافه بالقشطه يعني. يعني مش قادره اتخيل. نعمل فروت سلطه يعني، في المطاعم بتلاقي مثلا فروت ممكن سلطه محدش بيحبها خالص، وبعدين بيتجهوا بقى للشوكولاتات والحاجات التانيه دي. بس لا انا حاول، وهي عايزه تدريب يعني. انت دلوقتي اراده، لو الواحد اتعود على ان هو، على فكره عايزه اقول لك انا الحمد لله الناس مثلا بيعملوا دايت معايا، بعدين بعد فتره اقول لهم طب خدوا جاتوه في الفري، مش قادرين مش بيقدروا. يعني لو حتى راحوا مناسبه، من كتر ما الواحد اتعود على الاكل الصحي بيجي بعد فتره مش قادر ياكل الحاجات الدسمه دي، مش هيبقى قادر ياكل اي حاجه بيجزع منها يعني. ومستخسر المجهود طبعا لا اكيد مش اللي مستخسر عمله. بجد، المعده حجمها بيصغر مع النظام الغذائي، وهو نفسه خلاص اتعود على الاكل الصحي. الاكل الدسم بيبقى صعب يعني، فعلا ما بيقدرش يكملوا الحاجات الدسمه دي تاني، يعني دي حقيقه. فكل والله ما دي احنا مرحله جميله، نتمنى كلنا هنتعود، نوصل لها يعني هو لايف اكيد. ستايل، هو الموضوع فعلا لايف ستايل، هو اسلوب حياه. يعني انا بقول للناس انت ممكن تيجي تاخد الدايت وتخس 100 كيلو حتى 50 60 كيلو بيخسوهم، بس هو لو فاكر الدايت ده شيء كده وقتي وهيعدي وهرجع للاكل القديم، طب ما انا هرجع ازيد تاني. هرجع تاني يعني صح. الفكره ان هو انا بغير نظام حياه، يعني بغير اللايف ستايل بتاع الحياه كلها، تمام. باكل الاكل الصحي واتعود عليه. حتى الاطفال، عارفه لو الطفل من هو صغير اتعود ان هو ياكل الاكل الصحي ده، خلاص هيبقى طول عمره يعني هو اتعود على كده، مش هيعرف ياكل الاكل الوحش ده او الاكل الدسم كويس او ان حضرتك ذكرتي نقطه الاطفال، عايزين نتكلم برضو. الاطفال اكتر يعني فئه بتتعرض لنزلات البرد، تقريبا كل بالظبط. شهر بيبقى عندهم نزله برد. ايه المشروبات تحديدا لو عمر سنتين ثلاثه، العمر الصعب ده شويه، ايه المشروبات اللي انا اقدر اديها له انها تقوي جهاز المناعه عنده؟ الاطفال عموما يعني مشكلتهم ان هم يعني تقريبا 90% ما بيحبوش الخضار، دي مشكله كبيره، مشكله كبيره فعلا. فاحنا لازم على فكره رقم واحد نبدا نحببهم في الخضار باي طريقه ما بقى، يعني نبدا نعمله لهم بطريقه لطيفه، نحطه في حاجه تانية. يعني مثلا حتى السبانخ دي ممكن دلوقتي بيحطوها مثلا في اللازانيا، يعني كل حاجه مفيده ممكن بنعملها بطريقه معينه انها تبقى يعني صحيه وندخلها، بس نحسن طريقتها نحسن شكلها. عارفه لو الطفل شاف الطبق شكله حلو هيحب هياكل. ياكله جدا. يعني الاطفال فعلا من الحاجات اللي عينيها بتفرق معاها قوي، لو في الوان في الطبق هياكل، لو الحاجه يعني شكلها مبهر. العصير لما هنيجي نعمله العصير مثلا نحط له الحاجات اللي هي الشاليمو شكلها حلو، جزء من الفاكهه معاه، كل الحاجات دي تفرق معاه جدا، هيبقى هو عايز العصير ده كل شويه، او عايز يعمل العصير شكله جميل، الحاجات دي بتفرق معاهم جدا. فالاطفال انا عايزه نبدا ان احنا نحببهم في العصاير، او ياكلوا الفاكهه كمان لو يقدروا ياكلوها كده ثمره عشان ناخد الالياف اللي فيها، لو مش هيقدر اديله عصاير اديله برضو اكل فيه يعني خضروات عصاير بقدر بيتي طبعا. الامكان. عصاير بيتي طبعا، العصاير المعلبه دي انا بحذر منها جدا طبعا، ان هي مليانه مواد حافظه وكلها طبعا مش صحيه، وهي عباره عن سكر، يعني هي معظمها سكر ومش مفيده على الاطلاق. الافضل ان انا كمان اكل الفاكهه بحالها احسن بكتير ما اكلها او اشربها عصير. يعني لما باكلها باخد الالياف بتاعتها واخد الفايده بتاعتها كويس، انما لما بشربها عصير حتى او عصير معلب فايدتها بتقل كتير جدا. تمام. يعني انا مقدره جدا ان حضرتك حاولتي ان انت تدي ملخص للمشروبات والاكلات سريعا جدا، عارفه ان الموضوع طويل ومحتاج فقرات كتير. ان شاء الله على امل بلقاء اخر ان شاء شاء الله الله يا باذن دكتور. الله. ميرسي لوجود حضرتك معانا، دكتور هبه عصام الدين استشاري التغذيه العلاجيه، بشكرك شكرا جزيلا. نعم شكرا جدا. مشاهدينا فاصل ونواصل فقراتنا، خليكم معانا.